بارتباط مباشر بوكالة الرئيس العام للشؤون النسائية، تهدف الوكالة المساعدة للخدمات والشؤون الميدانية النسائية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إلى تطوير الخدمات الميدانية المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام، وبواسطة 218 موظفة من الكادر البشري تقوم منسوبات الإدارات التابعة للوكالة بتقديم الخدمة في 35 مصلى نسائي عن طريق توفير خدمة السقاية بتوزيع العبوات وتوفير حافظة زمزم، والبالغ عددها 167 حافظة، بالإضافة إلى استخدام مختلف سبل السقاية كاسطوانات التعبئة وغيرها، ليبلغ إجمالي ما يتم توزيعه من مياه زمزم ما يقارب 200,000 لتر يومياً. ومن خلال 14 موقعاً داخل ساحات الحرم وممراته، عملت إدارة الساحات وخدمة التنقل على الحد من أكثر من 8,800 ظاهرة سلبية تنوعت ما بين عرقلة لحركة الحشود والتفويج وحالات الافتراش والتجمعات وغيرها من الظواهر، بسبيل تسهيل حركة زوار بيت الله الحرام ليتموا مناسكهم بيسر وسهولة. كما قامت الإدارة بإطلاق مبادرة حرمنا آمن، والذي يهدف إلى توعية القاصدات بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تقوم إدارة الأبواب النسائية بالقيام بمهامها في 15 بوابة لاستقبال الزائرات والمعتمرات والتأكد من سلامة محتويات الحقائب اليدوية وعدم احتوائها على الأطعمة والمشروبات أو ما يهدد سلامة قاصدي بيت الله الحرام، حيث تم رصد أكثر من 452,000 مخالفة وتصحيحها بتوجيه القاصدة إلى الإجراء السليم واتخاذ ما يلزم في بعض الحالات. وفي الوقت الذي تقوم فيه وحدة التعقيم والوقاية البيئية النسائية بتعقيم وتهيئة المصليات والمساحات والمكاتب المساندة داخل أروقة الحرم، تقوم الوكالة المساعدة بالإشراف على تلك الخدمات المقدمة لضمان تحقيق أهدافها بجودة عالية من خلال الاجتماعات الدورية واستبيانات قياس الأداء.